باجي سؤال أخير، هل أنت متفائل يعني بخصوص بداية نقاش الدستور في شهر جويلية؟ غير متفائل. معلش واضح سؤال جوابي، لأن هو المشروع هذا ماهوش في مستوى متطلعات الشعب. نقول علاش انا قريته، كانت انت قريته تو نقول لك علاش. يعني اولا نحن نحبوا الدستور نتاع دوله مدنيه، ونحن ناقشنا طويلا باش حافظنا على الفصل الاول من الدستور، ومجله الاحوال الشخصيه انا حافظنا عليها، لكن من بعد يجي في فصل اخر، فصل 141، ونعملوا شيء نقيض الشيء اللي قلناه. ولهذا مش نقعدوا نلعبوا يعني بيضة كحلة. ثم جبنا الأحكام الانتقالية هذه اللي فرغت الدستور من محتواها الحقيقي. يعني الشيء اللي سلمنا فيه في أول الفصول رجعنا فيه في الأحكام الانتقالية، وقلنا ثم بعض فصول جوهرية من الدستور لا يقع تطبيقها إلا بعد 3 سنوات. احنا قلنا عام الاول وتوقف العام الثاني وما زلنا ما عملناش دستور، معاش انا وقت باش نزيدوا نستناو 3 سنين باش نطبقوا الدستور. سي نجيب، انتم مع بعضكم في الاتحاد من اجل تونس، صافي صديق مع بعضكم. انا نقاط اتفاق منها الفصل 141، منها الاحكام الانتقاليه، اما في الحكم على المسوده عنا اختلافات. انا بالنسبه لي المسودة تضمن الفصل بين السلطات، وتضمن الحريات الأساسية، وتضمن المراقبة القضائية لدستورية القوانين، وتضمن اللامركزية. هذه كلها مكاسب نثمنها، والاتحاد من أجل تونس ثمنها. ولكن عنا الفصل 141، عنا الفصل، عنا الأحكام الانتقالية، وعدة قضايا أخرى عددناها سنناقشها قبل المجلس وداخل المجلس. وعلى كل حال شهر جويلية قريب.